واحد بيسأل عن الذين لهم شهوة الانتقاد. في ناس دايما يحبوا ينتقدوا مهما كانت النواحي كويسة، لا ينظرون إلا إلى شيء يتعبهم عشان ينتقدوا. دي تختلف من واحد لواحد. إنسان عنده النظرة الطيبة وإنسان عنده النظرة السوداء. وعلى رأي المثل، واحد بيقول دايما الوردة محاطة بأشواك، ففي إنسان يبص للشوك وما يبصش للوردة، وفي إنسان يبص للوردة وما يبصش للشوك، وفي إنسان يبص للوردة والشوك مع بعض. فالناس اللي عندهم ناحية الانتقاد ما يبصوش غير للسواد الموجود، للنقط السيئة الموجودة، ما عندهمش حب امتداح النقط الطيبة في حياة الناس. يعني مثلا لو بص لكاتدرائية زي الوقت، بدل ما يشكر على كل عمل الرقام الموجود فيها واللي تم بطريقة جميلة جدا، يقول دخلنا ولقينا حوالين العمود ده فيه شدة ما الواحد نقدرش يقف جنبيها، وحوالين العمود ده برضو هنا، وما يفتخرش غير كده. طب والحاجات الكويسة؟ لا 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 لا، مش تمام. فما يبصش غير للنقط اللي ما تعجبوش. وفي ناس غاويين كده، غاويين انهم يبحثوا عن النقطة الوحشة، غاويين. ودول طبعا بيتعبوا نفسهم ويبقى قلبهم خالي من المحبة وخالي من العدل ومن تقدير